رح ناخذ نفس المثال نفس المحرك، فعندي نفس الشيء اللي هو كان في في تي بتساوي في 5 بتساوي 208 فولت. كانت عندي الفريكونسي 60 هرتز. كانت ال اكس اس بتساوي 2.5 و جي. والسؤال هو انه عندي 208 45 كي في اي، كانت هاي الريتنج تبعته 45 كي في اي. دلتا كونكتد عمره بعطيني 15 هورس باور بميكانيكال لود على 0.85 باور فاكتور لاجت. هلا ايش الغريب هون؟ اعطاني هو هيك اعطاني بالسؤال، فكانه احنا منزلين الاكسايتيشن، حد منزل الاكسايتيشن. احنا هلا تذكروا بالسؤال لما بدينا السؤال 6-1 ايش قلنا؟ قديش كان بيعمل رانينج؟ على 0.8 اظن مش هيك؟ كان 0.8 ليدنج. طب كيف بده يكون يتحول من كان 0.8؟ هي نفس الباور نفس الكونديشنز، كيف بده يكون هذا تحول؟ كان يعطيني 15 هورس باور ميكانيكال زائد الكور زائد الفريكشن اند ويندج اللي طلعت حوالي 13.7 كيلو وات، وصار هلا معطيني 0.85 باور فاكتور لاجينج. بده يتغير الاكسايتيشن بالضبط، نزل الاكسايتيشن، حد منزل الاكسايتيشن تبعت اي اي، ما فيش طريقه يتحول من هذيك من هذاك الوضع لهذا الوضع، ما هو عم بعطي نفس الميكانيكال باور ونفس الريتد فولتج اللي موجوده هون، اذا الطريقه الوحيده انه يكون يتحول من الكونديشن اللي كان موجود في 6-1 للكونديشن اللي بدينا فيه ب 6-2 انه اي اي منزله. طبعا هذا وضع خطر لانه احنا هون كمان خففنا من الماكسيمم تورك اللي عندي. اذا السؤال بقول احنا بدينا بهاي والفيلد كرنت، هلا هون اعطاني الفيلد كرنت، ما كان يعطيني الفيلد كرنت بالاول، كان مفترض انه عندي اكسايتيشن وكونستانت. الفيلد كرنت، الفيلد كرنت اللي هو الكرنت اللي ماشي في هذا السيلينت بول. يعني عمال بقول لي انه الكرنت اللي احنا ممشينه هون هذا اي فيلد بيساوي 4 امبير. هلا اذا فرضنا انه السيستم انه هاي ما فيش ساتوريشن، شو بقدر افترض الان؟ انه كل ما زدت هذا الكرنت ايش بزيد معي؟ بزيد معي الماجنتيك فلوكس، والماجنتيك فلوكس دنسيتي لينير. هيك احنا بدنا نفترض، نفترض هاي اظن هو بالسؤال بقول هيك. هلا بالسؤال انه افترض اسيوم ذا فلوكس ان ذا فيكتور فيريز لينيرلي وذ ذا فيلد كرنت. فاحنا كانه مفترضين الان تبسيطا للامور، مفترضين انه هاي العلاقه بين مين ومين؟ بين اتش وبول. تمام، متذكرين الدائره؟ مفترضين انه ما عندي ساتوريشن هون، او على الاقل بالريجن اللي احنا رح نغيره. اذا احنا بنتوقع هلا هيك فهمنا من السؤال، نتوقع قبل ما نبدا نحله حتى، نتوقع انه اللي صار انه كانت بالحاله الاولى ما كانش حكي لي هو الفيلد كرنت، بس متوقع انه الفيلد كرنت كان اكبر ولا اصغر من هذا؟ بالحاله هذيك كان اكبر، فكان 6 مثلا او 7 او 8 امبير، بحيث انه الفاي كانت اعلى وانه اي اي كانت اكبر، وبهذيك الحاله كان عندي الباور فاكتور 0.8 ليدنج. لما خف الاكسايتيشن اصر اي اي، ولما اصر اي اي صار بتحول من ليدنج للاجنج، فهذا احنا الكونديشن اللي بدينا فيه بال. طيب اذا نرسم هلا الفيزر دايجرام. هلا اذا احنا هون رسمنا الفيزر دايجرام لاول مره رح نرسم بشكل مختلف، رح يكون عندي هي هون هلا في 5. هلا اي اي ما رح يكون هون، وين رح يكون اي اي؟ رح يكون هون اي اي بزاويه معينه، وحتى هي معروفه الزاويه قديش كوساين ماينس 1.85. واحنا ليش رسمناها تحت؟ لانه هو معطيني بالسؤال انها لا. هيا رسمت اي ستات، ونفترض انه هذا اي اي اكس اس، واخذت ال 90 درجه، وهلا اذا وصلت هلا بين هدول، هاي نفترض كانت هون، فمثلا خلي هاي نفترض انه هاي اي اي. شو بنلاحظ على طول اي اي؟ لما بعمل لو سقطت اي اي على في 5، فاهمين ايش يعني كلمه تسقيط اسقاط؟ بروجكشن. لو نزلت اي اي ونزلته على في 5، وين راح يسقط عندي؟ كوساين، يعني كوساين دلتا اقل منه. لاحظوا بالحاله هاي بنقول عن السيستم اندر اكسايتد،
اندر اكسايتد يعني الاكسايتيشن تبعته ضعيفه، لانه لما عملت بروجكشن من اي اي في كوساين، اي اي في كوساين دلتا راح اضربه ولا في ساين دلتا من هون في كوساين راح يعطيني هذا الطول من هون، اي اي بالحاله هاي اي اي كوساين دلتا اقل من بي 5، اذا هون بنقول السيستم اندر اكسايتد، واذا كان عندي اي اي كوساين دلتا اكبر من بي 5 بنقول السيستم اوفر اكسايتد. واذا بدي ازيد الاكسايتيشن كيف بعمل؟ شو بعمل؟ بزيد الكرنت. اذا زدت الكرنت اوميجا كونستانت شو بزيد بطول اي اي؟ بس اذا الباور كونستانت ايش لازم يتحرك؟ كيف لازم يتحرك اي اي؟ بنضل على الباور كونستانت فبده يصير اي اي هون او اي هون، في نقطه معينه راح يصير اي اي كوساين دلتا مساوي لبي 5 وبعدها وشو راح يصير بي اي اي؟ راح يرجع يصير بي. اوكي؟ اذا ناخذ هذه الحاله الاولى، هي رسمنا احنا الفيزر دايجرام، هي الفيزر دايجرام هون اي اي عندي موجود هون واندر اكسايتد. هلا بدنا نحسب قيمه اي اي عفوا بنحسب قيمه اي اي، عندي هلا الباور ان بدها تساوي حسبناها احنا قبل شوي مش هيك كانت 13.69 مضبوط كيلو واتس 13.69 كيلو واتس، فمنها اي اي بتطلع. راح اختصر الخطوه هاي، انتم بتعرفوا كيف تحلوها مش هيك؟ بتعرفوا كيف تطلعوا اي اي؟ فبيطلع عندي اي اي هون 25.8 امبيرز، ولا هذا اللاين كرنت، هذا الفيز كرنت، اسف مو الفيز كرنت، والانجل ثيتا بتساوي 31.8 ديجريز. فصار عندي اي اي الان بيساوي 25.8 ماينس 31.8 ديجريز اللي احنا رسمناه، هي اللي هو طوله هون 25.8 امبيرز ات ماينس 31.8. هلا حتى نلاقي اي اي بدنا نعمل نفس الشيء، بدنا نقول اي اي بدها تساوي بي 5 ماينس اي ستات، واي ستات اللي هي جي اكس اس اي اي، وهي عندي اي اي وعندي اكس اس وعندي بي 5، بدي الاقي اي اي، فاي اي رح تطلع معنا من الحسابات بتطلع 182. الكل بيعرف يعمل حسابات هاي، في فاي ايش بعوض محلها؟ 208 والزاوية 0. اي اي شو بعوض محلها؟ 25.8 ات ماينس 31.8. لما بضربها في اكس اس شو بضيف للزاوية هاي؟ 90، بس إذا ضفت 90 بلس 90 لماينس 31.8 شو بيطلع معي الرقم؟ 58 بلس 58 تقريبا، ماشي؟ وبعدين بجمع هدول كفيزرز، فبدي انتبه على الريل والإيماجينري، فبتطلع اي اي معي بالنهايه 182 at minus 17.5، فاذا ما احنا رسمناها مضبوط لانه هاي كانت minus 31.8 وهذه 17.5 تقريبا هون، والطول تبع اي اي، هلا الطول تبع اي اي مع ايش رح يتناسب؟ مع الاكسايتيشن. فلو رفعت هاي من 4 ل 8 امبير شو رح يصير بهاي؟ رح تنضرب باثنين مش هيك؟ وإذا كان هذا لينير، إذا فرضنا إنه هون فيش عندي ساتشوريشن، بقدر أفترض إنه هاي تنضرب بنفس الريشيو اللي بضرب هذه من هون فيها، أوكي؟ إذا هاي أول جزء من السؤال، حسبنا إي إي وقلنا هذا إنه أندر إكسايتد، لأنه فعلاً إذا ضربنا هلا أضربه 182 أو حتى بدون ما أضرب 182 أصغر من قديش أصغر؟ 208، وإذا ضربتها بهاي لسه رح تصير كمان أصغر، فهذا دفلت السيستم أندر إكسايتد. طيب اذا هلا بدنا ناخذ اذا زدنا الفلكس باي 25% يعني اي اف نيو يساوي 1.25 اي اولد، قديش كان اي اولد؟ 4، رح يصير هذا 5 مش هيك؟ 5 امبير، فرح يصير عندي الان اي اي نيو لازم تصير 1.25 في 180، يعني اي اي هون لازم هيك احط مش هيك؟ 227 قديش؟ 27.5 فولت. انتبهوا ليش انا حطيت الماجنتيود؟ لانه ما بعرف شو الزاويه الجديده رح تصير، اوكي؟ فاهمين؟ الماجنتيود اللي رح يصير هيك. فصارت عندي اي اي هلا الجديده رح تصير 227.5 فولت. هلا بدنا نلاقي دلتا الجديده، هلا لاحظوا انه الباور كونستنت، بس الباور شو بيساوي؟ 3 بي 5 اي اي ساين دلتا اي اي 1 ساين دلتا 1 على اكس اس ويساوي 3 بي 5 اي اي 2 ساين دلتا 2 على اكس اس، مضبوط؟ نسينا شيء هون، كل شيء مضبوط. اذا صار عندي طبعا لو حطيت هاي هدول
هذول الاثنين بيساووا بعض، في 5 رح تشطب مع في 5 والثلاثه مع الثلاثه واكس اس مع اكس اس، فعمالنا بنقول انه اي اي 1 ساين دلتا 1 بيساوي اي اي 2 ساين دلتا 2، حتى تضلها هاي القطعه من هون كونستنت. عندي اي اي 1 قديش كانت؟ 180 82، اذا بدنا نكون دقيقين هذه هون عمالنا بنحكي احنا في ماجنتيود، ف 182 وساين دلتا 1 قديش كانت دلتا 1؟ هاي مش هيك؟ ساين 17.5 تساوي اي اي 2 اللي هي صارت 227.5 وساين دلتا 2، فدلتا 2 بتطلع معنا دلتا الجديده بتصير 0.8 للدلتا الاولى. 0.8 للدلتا ولا لساين الدلتا؟ لساين الدلتا. ساين الدلتا. فالدلتا الجديد رح تصير 13-13.9. طبعا زي ما متوقع ايش صار بالزاويه؟ كانت 17.5 صارت 13.9، فاقتربت منها. شو بتوقع الان يصير في اي اي؟ المفروض انها تصير ليس لاجينج، ليس لاجينج. فاذا بنحسب هلا اي اي الجديده، اي اي الجديده بتطلع معي 22.5. قديش كانت الزاوية تبعت اي اي هون؟ كانت 31.8. هلا إذا بتعمل حسابات اي اي 2 بتطلع 22.5 على 13.2 ديجري. كانت قديش هون؟ كانت 25، ضلت نفس الباور. فهذا نزل من هون، نزلت القيمة من هون. كيف خلاني أنزل هذا؟ الزاوية اللي ساعدت. هيك هذا السؤال اللي انت سالته قبل شوي، اوكي؟ فصارت عندي هاي 22.5 امبيرز، فصار السيستم ما صار هون الزاويه غلط مش هيك انا حاططها ولا صارت ليدنج؟ صارت ليدنج. هلا انا ما دخلتش في الحسابات التفصيليه من هون فصارت ليدنج. نعم. كيف طلعنا القيمه هاي؟ انا ما عملتش حسابات الطويله احطها؟ لا لا بس هلا هون عندي انا طلعت دلتا الجديده مش هيك؟ صار عندي دلتا الجديده. من دلتا الجديدة طلعنا لا اي اي ما احتجتش انا دلتا، انا عندي قيمة اي اي الجديدة، عندي اي اي على دلتا الجديدة، فصارت اي اي 2 بتساوي في 5 ماينس اي اي 2 على اكس اس، طبعا هون هدول كلهم فيزرز من هون جي اكس اس، هاي محلها بحط 2.5، هاي بتضلها زي ما هي 208 على 0، واي اي الجديده طلعناها مش هيك؟ طلعناها مع دلتا تبعتها اللي هي 227.5 على الزاويه الجديده اللي هي ناقص 13.9. اخذنا المعادله هاي اللي هي اصلها في 5 بتساوي اي اي بلس اي اي اكس اس، فطلعت معك فطلعت هذه بوزيتيف، فصار السيستم ليدنج. فشو استفدنا من الاوفر اكسايتيشن هون؟ واضح زدنا الاكسايتيشن لدرجه انه اي اي تحرك من هون وصار ليدنج، فالسيستم صار ليدنج بزياده الاكسايتيشن. وطبعا هون فعليا التورك صار عندي افيلبل تورك اعلى لاني زدت اي اي، فصار بامكاني بدي وقت اكثر حتى اوصل ستور تورك اللي موجود هون. هذه فكره السؤال 6.2.